سعادة سفير، ماذا يقصد وزير الدفاع الإسرائيلي من أن قواته لن تترك غزة حتى إعادة المحتجزين؟ يعني هو بيحاول ان هو يتراجع بطريقة برضو فيها شيء من الغطرسة، لان من البداية اعلنت اسرائيل، طبعا رئيس الوزراء نتنياهو وزير الدفاع جالانت اعلنوا ان هم سيستردون الاسرى والرهائن بالقوة، وان لا يتفاوض على استرداد الرهائن. بعد 48 يوم اضطروا ان هم يرضخوا لما طلبته المقاومة الفلسطينية ويتم بالتفاوض وليس بالقوة كما ادعوا، رغم الدمار والتخريب والقتل اللي قامت به القوات الإسرائيلية، إلا أنهم لم ينجحوا في الهدفين اللي طلبوهم، اللي هو الإفراج عن الأسرى والمحتجزين وكسر شوكة أو هزيمة حماس عسكريا وسياسيا. فبالتالي هو بيحاول دلوقتي ما يتراجعش مرة واحدة، لأن هو إرادة إسرائيل السياسية انكسرت، لأنه لم يحقق الهدفين أولا، ثانيا أن هو خضع للتفاوض والتوصل إلى الإفراج عن الأسرى والرهائن الإسرائيليين بالتفاوض وليس بالقوة. فمن هنا هو بيحاول يعني عملية إنقاذ لماء الوجه أمام الرأي العام الإسرائيلي، اللي بيتهم وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنها أهملت في الاستعداد لمواجهة ما حدث طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. وده تصريح يعني ما لا يمت للحقيقة بصلة، لأن ما قامت به إسرائيل أعتقد أنه هو أقصى ما تستطيع أن تقوم به من تدمير وقتل، ولم تصل إلى قيادات حماس ولا إلى القضاء على أسلحة حماس.